ظهرت النجمة غادة عادل مع فريال يوسف وواحدة من صديقاتهم، وده كان في صورة نشرتها فريال يوسف على حسابها على الانستجرام، وكانوا هما الثلاثة لابسين فيها نفس الألوان وهي أسود وذهبي. فريال علقت على الصورة وقالت البنات الذهبيات. الصورة كانت في احتفال عاملاه مجلة فنية، والجمهور اتفاعل جدا معاها ووصف غادة عادل بأنها رائعة.